عليكم. هذه رسالة لدوك التلاميذ اللي ما بغاوش يقراو، هذه رسالة لدوك التلاميذ اللي محيرين الآباء ديالهم ومحيرين الأمهات ديالهم. في الحقيقة محيرين الأمهات ديالهم بزاف. فاللي بغيت نقول لهم أن هذا الشيء اللي كيدار راه لمصلحتك في الدرجة الأولى. الوالدين كلهم بغاو لك المصلحة ديالك وبغاو يساعدوك وبغاو يوصلوك. أنت ما بغيتيش، أنت ما بغيتيش، ولكن إلا تبدلت العقلية ديالك غادي توصل بإذن الله، غادي توصل بإذن الله. وخصك تعرف أن الإنسان ما كيوصلش بحاجة سهلة، تيوصل بحاجة كبيرة، تيوصل بحاجة كبيرة، تيدير مجهود، مجهود كيكافح كيناضل، تيسهر الليالي كيزدي الليل مع النهار. إلا ما وصلش راه شكون غيوصلو؟ خصو يوصل راسو براسو بإذن الله، بالتوفيق إن شاء الله، بالتوفيق إن شاء الله. الدرجة الأولى داك الإنسان اللي كيحس بالحقرة، تيقول لك أنا كنحس بالحقرة، انا انسان فاشل، انا فانت حاول تخرج من ديك الدوامه. والناس اللي باغي لك الخير راهم باينين، والناس اللي ما باغي لكش الخير راهم باينين. وخرج من داك القلق الخاوي، سير واجتهد وبذل مجهود، لانك خصك تعرف انه الانسان اللي كيوصل هو اللي كيبذل المجهود. ولم يبلغ العلا من لم يركب الخطره. كن متاكد من المساله هذه. وحتى اذا كان وليد الله خصك تصيفط لهم واحد الرساله زوينه بزاف، واحد الخير، واحد الاجتهاد، لان الا وصلتي باذن الله غتبقى دير الخير، غيفتح عليك الله وغادي يسر لك الله الامور، وغتبقى تصيفط لهم الحسنات وتصيفط لهم الحسنات وتصيفط لهم. فعمل بلا عمل يؤدي الى خيبه الامل، وعمل بلا امل يؤدي الى ضياع العمل. فروعه العمل تجدها في الامل، اما جمال الامل فتجده في العمل. والعمل المتواصل، والعمل المتواصل. فاللهم يسر، فاللهم يسر، فاللهم يجتهد. فاضر، أقولها مرة أخرى، فاضر باش تخلف الوالدين داكشي كله اللي ضاع عليهم. باش إلا كان شي نزاعات في الدار تحيدها أنت، أنت غتكون نبراس. كل على يقين غتكون نبراس، نبراس في الدار. دوك النزاعات، داك الشيء اللي كيبقى في الدار ما غيبقاش سيزول، وذلك بالوصول ديالك. حاول تقتدى بدوك الناس اللي حققوا، واخا يكون واحد في وسط 100، 99 ما حققوش واحد حقق. دابا اللي حقق مابقاش تبقى تقول جابوا الناس اللي تحت مني النقطة. كون على يقين، إلا فكرتي وخططتي وصفيتي النية ديالك، كون على يقين بإذن الله أنك ستصل إلى ما تريد، ستصل إلى ما تريد بإذن الله، ستحقق آمالك، ستحقق آمالك. فبالصبر والتفاني نحقق الأماني، فبالعمل نحقق الأمل. كن متأكد. فاللهم يسر، فاللهم يسر، فاللهم يسر. بغيتي ترفع الدرب للعائلة، بغيتي ترفع الدرب للوالدين، واخا يكون عند الله، ودير مجهود، بذل مجهود. حنا ما قلناكش دير شي حاجة فائقة خارج النطاق ديال أنك خاصك تبذل مجهود. ابذل مجهودا وحاول تسير الأمور ديالك بجدية وبطمئنان، وحنا متأكدين أنك إن شاء الله غادي تغير من حسن إلى أحسن. يقول المثل لكل ميدان بطل، وأنا أقول لك أن كل فرد له ميدان يكون فيه بطل. فيجب عليك أن تفتش عن ميدانك الذي ستكون فيه بطل. فاللهم يسر لك من جديد، فاللهم يسر، فاللهم يسر. باش ترفع الدرابو من الدار، رفع الدرابو من الدار، رفع الدرابو. غتكوني براس بإذن الله، غتكوني براس. يلا بغيتكم تمشي معايا، ارتقوا بالعلم والإدراك. فكر، ركز، قرر، خطط، خذ الطريق الصحيح المفتوح، حتما ستصل. فاللهم يسر. فإذا جاءت الريح ونزعت الشجرة المنخورة، فعلى ما اللوم؟ على الشجرة المنخورة أم على الريح؟ فتمسكوا بالمبادئ، فما خاب عبد بالمبادئ تمسك. فعمل بدون أمل يؤدي إلى ضياع العمل، أما أمل بدون عمل يؤدي إلى خيبة الأمل. فسعادة العمل تجدها في الأمل، وروعة الأمل تجدها في العمل. إنه العمل والأمل، فإياك أن تمل. فاللهم يسر، فاللهم يسر، فاللهم يسر. حتما ستصل، حتما ستصل بإذن الله وبتوفيق من الله. هيا اجتهد، فرح الوالدة ديالك، فرح الوالدة ديالك، فرح الوالدة ديالك، وفرح الوالد. واخا يكون عند الله، كن على يقين أن الأرواح تتحس بإذن الله. زيد، اجتهد، ثابر، ثم اجتهد. هلمو، هلمو، هلمو. قول مع نفسي قررت أن أتغير، قررت أن أتغير، قررت أن أتغير من حسن إلى أحسن. قلها مع نفسك واجتهد
ودير مخطط وتبدل وحاول تبين في الزمان انك راك تغيرتي وغادي من حسن الى احسن، وان شاء الله ستصل، وان شاء الله ستصل، وانني متاكد انك ستصل اذا غيرت نفسك. فاللهم يسر، فاللهم يسر. فاسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يسهل وييسر امرك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وفقكم الله وسدد خطاكم.